في هذا الدرس حنشوف كيف ممكن نتعامل مع طبقات الجدران. حلغي السكشن بوكس ومن ال 3D، حوقف هنا وحضغط على التاب عشان يختار كل الجدران، او ممكن ان انا اسوي كده، اسوي رايت كليك واقول له سلكت اول انستنس فيزيبل ان فيو، حيختار لي كل الجدران اللي انا حابب اغيرها. بعد كده حقول له edit type، هحافظ عليه edit. انا محتاج طبقتين فقط، طبقة خارجية وطبقة داخلية، واحدة برفعها فوق والثانية بنزلها تحت. ممكن اخلي سماكة الجدار او الكور 15، وحخلي سماكة الطبقة الداخلية 2.5، وسماكة الخارجية 2.5. حيصير المجموع عندي هنا 20 سنتي. هعطي طبقة الكور أو الستراكشر بريك، هكتب هنا بريك، هختار البريك كمان، اوكي، هقول له اوكي. وهنا الطبقة الداخلية هخليها بلاستر، اذا ما لقيتها هنا هلاقيها هنا، هقول له اوكي. والطبقة هنا هخليها ستاكو، ارجع اقول له ارفعها اول هنا، بعد كده اقول له اوكي. هنا حيكون فينيش تو، وهنا فينيش تو، اقول له اوكي اوكي. وبكده اكون ضبطت الجدران الخارجية. في الجزء الثاني من هذا الدرس حنشوف كيف ممكن أضيف مادة خارجية، يعني مادة ما هي موجودة في مكتبة الريفت. إذا تذكروا أنا هذا الجدار الفينش الخارجي أعطيته ستاكو. خلينا نشوف شكله في ريالستيك. هذه هي، ومثل ما تشوفوا تقريبا هي دهان خشن. وأنا في التشطيب الخارجي إما بضيف حجر وإما بضيف دهان خشن أو ناعم. كيف أغير هذه الخامة؟ أنا ممكن أدخل من المنج، بعد كده ماتيريال، وأختار مادة قريبة من المادة اللي أنا حابب أستخدمها وأعدل عليها. لكن أنا هنا هتبع الطريقة الأسهل، هختار الجدار Edit Type Edit، هغير فقط الماتيريال اللي هنا، هشوفها في الأبيرنس، هشوف إن هذه هي الصورة الخاصة بالستاكو، هذه هي، وهنا البامب تبعها. أنا حغير هذه الصورتين، حضغط على هذا الرابط، لما أضغط عليه حيوديني المكان الموجود فيه الصورة الأصلية. حروح أدور على الخامة تبعي اللي أنا حابب أستخدمها، هقول له دان، ومن البامب حضغط على الرابط هنا واروح ادور على البامب اللي انا هستخدمه، دان. عندي هنا مجموعة من الاعدادات، حزيد البامب، وممكن بعد كده ادخل عند الصورة اضبط ابعادها، اغير البوزيشن، اتحكم بالسكيل، هل حخليه تايل ولا نان. مؤقتا حقول له اوكي اوكي. وهذه هي الخامة الخارجية اللي انا اضفتها للجدار. بالتأكيد الخامة محتاجة تعديل، ممكن اختار الجدار edit type edit واختار الفينش من الابيرنس،
خلينا نكبر السكيل وليكن 100 في 100. حقول له done. اوكي. خلونا نكبر اكثر. appearance. انا قاعد اجرب الابعاد المناسبة، خلوها 300، هو اوريدي حيضبطها عشان في ربط ما بينهم. حقول له done. اوكي. محتاجة تعديل اكثر، لكن اللي يهمني اني وريتك كيف ممكن تضيف خامة خارجية. وبعد ما تضيفها من هنا تبدأ تعدل فيها، وحسب نوع الخامة تقدر تستخدم الرفلكتيفيتي او الترانسبيرنسي او الكات اوت او السيلف اليميشن. انا هنا مش محتاج غير الجينيريك ومحتاج البامب، عشان كده انا ما اشرت اي من الاعدادات اللي هنا.